أيضا يسأل هذا السائل ويقول: مسجد تقام فيه بدعة في كل أسبوع، هل تجوز الصلاة فيه؟ وإذا أوقفت هذه البدعة هل تجوز الصلاة فيه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أنت لم تذكر نوع هذه البدعة، ولكن على كل حال البدعة محرمة، ولا سيما عملها في المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى أو مواطن العبادة. لا يجوز أن تقام فيها البدع، لأن البدع ضد الشريعة وضد العبادة، وهي من عمل الشياطين وأتباع الشياطين. فلا يجوز أن تعمل البدعة من المسلمين مطلقة في أي مكان، ولا سيما في المساجد. هذا المسجد الذي تقام فيه بدع، إذا كان بإمكانك أن تزيلها إذا حضرت وأن تمنعها، فإنه يجب عليك ذلك، أن تذهب إلى هذا المسجد وتمنع هذه البدع وتصلي فيه، تقيم الصلاة فيه وتأمره بطاعة الله سبحانه وتعالى وبإحياء السنة وإماتة البدعة. أما إذا كنت لا تقدر على إزالة هذه البدع والمنكرات من المسجد، فعليك أن تلتمس مسجدا آخر ليس فيه شيء من البدع وتصلي فيه. نعم. بارك الله فيكم.